سلام الله عليكما. المغرب بلد فلاحي وليس صناعي، هل هذا صحيح؟ للأسف لا، لسنا بلد صناعي ولا فلاحي للأسباب التالية. لاحظنا جميعا الارتفاع الصاروخي للأسعار مع بداية رمضان، خصوصا القطاني، الحمص الذي وصل 35 درهم، والسنة الماضية إذا تتذكرون العدس وصل إلى 30 درهم، وارتفاع أسعار الأسماك كذلك. كل هذه المشاكل المرتبطة أساسا بالغذاء بالأكل هي مشاكل بسبب الدولة الفاسدة والمتخلفة عن قصد، وبالضبط مسؤول عليها أخ النوش. حتى وإن تحاشينا ذكر اسمه دائما نجد اسم هذا الرجل في كل المشاكل. بصفته وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والأكسجين والسماء والأرض إلى آخره. فيما يخص ارتفاع أثمان الأسماك، رغم أننا بلد جوج بحور، فالسبب واضح، ما دامت كريمات الصيد في أعالي البحار لم تسحب مما يستفيدون منها دون وجه حق، لن نستفيد من الثروة السمكية أبدا. هذا بالإضافة إلى المخالفات التي تحدث، حيث يتم بيع الثروة السمكية في البحر للتهرب من الضريبة، وكذلك ازدهار ما يسمى بالشناقة دون تنظيم ومراقبة عملية وحقيقية من الوزارة ودون إجراءات زجرية. وهنا نسمع عن رمي أطنان من السمك في البحر للحفاظ على الأسعار المرتفعة. هذا فيما يخص الأسماك. أما الفلاحة والقطاني، مثلا الحمص الذي وصل 30 درهم، أولا عليك أن تعرف أن المغرب البلد الذي يقال عنه أنه فلاحي لا يحقق حتى الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح والقطاني، يعني أنه يستوردها، إذن ستأتي بثمن مرتفع، لكن يستحيل أن تصل إلى 30 درهم. وهنا تظهر مسؤولية الدولة التي تتدخل لرفع الأسعار. كيف؟ تفرض رسوم جمركية على الحمص والعدس واللوبيا والقطاني تصل إلى 60%، وهذه القطاني هي قوت وغذاء الفقراء. أما من يشتري طائرة خاصة أو يخت فتفرض عليه الدولة رسوم جمركية تصل إلى 2% فقط. تخيل معي، الحمص يفرض عليه رسوم جمركية 60% وطائرة خاصة أو يخت يفرض عليه 2% فقط. هنا يتضح أنهم يمتصون دم الفقراء عن قصد ولا يفرضون رسوم على أنفسهم، فهم الأغنياء لا يأكلون العدس يشترون الفراري. هل تكتفي الدولة بالرسوم الجمركية المرتفعة؟ لا، الدولة أيضا تهمل الزراعات المعيشية والفلاح البسيط، يعني مثلا غلاء الأسمدة والتي يجب أن يقدمها المغرب مجانا أو بثمن رمزي للفلاح، لأن المغرب يملك احتياطي 7 قرون من الفوسفات، لكن للأسف لا يحصل ذلك. الفلاحين الصغار في القرى لا يحققون الاكتفاء الذاتي بسبب ضعف المحصول، فهم لا يستعملون الأسمدة ولا يستطيعون شراءها، وهذا النوع من الزراعة يسمى بالزراعة المعيشية، لا تهتم بها الدولة ولا تدعمها، فيضطر أهل القرى لشراء القطاني التي يأكلونها والقمح من السوق رغم الفقر، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب واستيراد المزيد من القطاني مع رسوم جمركية مرتفعة، وفي النهاية يصبح ثمن الحمص والعدس 30 درهم وفي الأيام العادية 15 درهم. دعنا من الرسوم الجمركية والفلاح الصغير، أين الفلاحين الكبار؟ لماذا نستورد ولا نحقق اكتفاءنا الذاتي؟ طبعا قديما كانت تصنف الدول بين دول صناعية وفلاحية، أما اليوم فقد تحولت الفلاحة إلى صناعة بسبب المكننة، فأصبحت الدول الصناعية هي نفسها الدول الفلاحية، ولم يبقى شيء لدول التخلف. فمثلا الآلات التي تستخدم في الخارج والتي تصنع بتكلفة رخيصة في بلدها الأم مقارنة مع لو اشتريناها واستوردناها إلى المغرب، استمتعوا بهذه الصور، هذه الآلات متوفرة في البلدان الصناعية وتساعد على رفع الإنتاج بشكل رهيب. هذه التقنيات تسمى بالمكننة، المكننة ترفع الإنتاج وهي سبب الثورة الصناعية والفلاحية في أوروبا. ولكي يكون عندك مكننة بتكلفة رخيصة يجب أن يكون عندك صناعة، ولكي يكون عندك صناعة قوية يجب أن يكون عندك بلد ديمقراطي، بلد تحكمه القواعد والقوانين لا احتكار فيه، بلد المؤسسات ولا سيطرة ولا فساد. المهم اليوم لا نريد منكم صناعة مثل هذه الآلات، فأنتم لا تريدون حل حتى ما أنتم قادرون على حلها، مثلا خفض أثمنة الأسمدة، دعم الفلاح الصغير والزراعات المعيشية، خفض تكلفة الإنتاج، خفض الرسوم الجمركية على المواد التي يأكلها الفقير. لا تريدون فعل حتى هذا، فما بالك بالصناعة التي تتطلب رؤى على المدى البعيد وعقول وأدمغة راقية ودراسات علمية وبحث علمي، وهذا ما لا تستطيع أدمغتكم القاصرة عن بعد النظر أن تتقنها. أغبياء
فاشلون يجربون في هذا الشعب سياسات خيالية دون دراسات علمية دقيقة ودون مراعاة إمكانية تطبيقها أو إمكانية نجاحها، وهل ستعود بالنفع على المواطن؟ فأنتم تفكرون فقط إذا ما كانت ستعود بالنفع على أرصدتكم البنكية وشركاتكم التي تشرف على تنفيذ تلك المشاريع الفاشلة، فيصبحون هم المستفيد الوحيد منها والمواطن هو الضحية. أين أموال مخطط المغرب الأخضر؟ أين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟ نريد الدليل. يكفينا اعتراف الملك بفشل النموذج التنموي بالمغرب بعد 15 سنة أو أكثر من تبذير الأموال على هذا النموذج. فشلنا. وأين الأموال التي صرفت؟ لا أحد يجيب. لمشاهدة الحلقة القادمة لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس لتكون أول من يشاهد، ولا تنسى كذلك الانضمام إلى صفحتنا كفاح على فيسبوك.